البنات مرحبا بكم في قناة ميلود الحادقة. اليوم ان شاء الله غندير سلو، وقلت نشاركوا مع البنات المتتبعات القناة ديالي، البنات والولاد المتبعين القناة ديالي. شكرا لكم بزاف، عواشي مبروكة ورمضان كريم يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة، وباش ما كنتمنوا ان شاء الله يا ربي امين، الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي في اقرب وقت ان شاء الله، ورجعوا كيف كنا ان شاء الله يا ربي امين في اقرب وقت. اليوم ان شاء الله غادي ندير سلو، وقلت نشاركوا معكم، وشكرا لكم بزاف نتوما اللي كتبعوا القناه ديالي، الشكر كيرجع لكم بيكم باش تكبر هذه القناه وتزيد لقدام ان شاء الله. هذه لي هي قناتي وقناتكم، شكرا للتعاليق الزوينه والكومونتيرات الزوينه اللي كتخلوا ليا، شكرا بزاف بزاف الناس اللي عضموا القناة، والناس اللي جدود والناس اللي متبعين القناة، شكرا بزاف بزاف. انا هاد السلو كنحتاج لي غندير لي فيه ان شاء الله، عندي 2 كيلو ديال اللوز، عندي 2 كيلو ديال الكاوكاو اللي فسختو. هنا غادي نبدا لكم باللوز وبالكاوكاو، هذا فسختو، الكاوكاو فسختو، ولكن اللوز انا غندير الطريقه اللي غادي ندير ونشارك معكم. الفرن اللي درت فيه الماء وغندير فيها شويه ديال المزهر، حقاش انا هاد اللوز غندير فيها شي نص كاس، شي 2 معالق ديال المزهر، معالق كبار ديال المزهر، وغنفرش هاد المنديل. هنا غندير اللوز وغادي نمسحو به، ما غاديش نغسلو حقاش كيكون هو ضروري من الغبره وضروري من التراب، كندير ليه المزهر. هنا غنسرد عاد المنديل وغنبقى نمسح بيه بحال بحالو، نرش شويه بلو. حقاش المنديل رشيته في الاول، غندير ليا الزيت بحال هكا اللي يكون ينشف، وغنشفو هاد اللوز غادي نحمرو بقشورو، انا ما نديروش في الفران، كنديروها فوق المقله الثقيله وكنحمرو، كنطحنو بالقشور ديالو، حيت القشره ديالو راه تاهي فيها منافع كثيره. هنا كنبقى نمسحو مزيان بهاد الزيف لحتى ينشف، عاد غادي نحمرو ان شاء الله، نبدا نحمر فيه ونشارك معاك. هنا غنديرو انا دابا كامل مسحتو بالمزهر وبالماء، هنا ان شاء الله غادي ينشف ليا شويه وغنبدا نحمر فيه ونشارك معاك. والكاوكاو هو ها هو ناشف، الكاوكاو غادي نقلي في الزيت، اللوز غادي نحمرو في المقلة. البنات اللوز ها هو ناشف ليا، انا كنحمره في المقلة الثقيله باش ما يتحرقش ليا، كندير عليه واحد المعلقه ديال الزيت النباتيه باش كنحمره. هنا ديك 2 كيلو كنقسمها على جوج، هاد ديك المقلة كبيرة كنقسمها على جوج، نحركو كامل تيتمشى فيه ديك الزيت. متعدوش عليه من التحراك باش ما يتحرقش، راه كلشي عارفين السلو ما تيعجبش المقادير ديالو تحرقو، شي حاجه راه كدير واحد النسمه مره. انا مشيت كامل في ديك المعلقه ديال الزيت ديال النباتيه، باش ما يبقاش يطبق
هنا غنستعمر تنكمل ونعاود نشارك معكم اليوم. انا بعد ما تبل لي داك اللوز تحمر كامل انا غادي نحيدو ونعاود ندير اللوز الاخر اللي داخلين. البنان البنات انا غسلتو ونقيتو وكنحمرو في المقلة، كندير عليه المق هاديك العافية تكون مهيلة، وكنبقى نحركو حتى يتقرمل يتقرمل مزيان ومتخلوش يتحرق. تيولي يتقرمل نعدي الزجلان بلدي، انا خديت منه جوج كيلو هو هذا. حنت لا حرقت هاد الشيء ديال التحمار، راه كتجيكم صفوف كيجيو مارين. هنا زريت الكتان البنات، انا ضروري كندير فيه زريت الكتان والصوجة ويلان، هادو ثلاثة راه ضروريين كنديرهم حقاش هما لي صحيين في الزفوف. والوحيدة اللي ما كتبغيش تحمر بزاف هي زفرة الكتان، بحال لا تنسخنها حقاش هي لو كانت الشمس تسخنيها في الشمس مزيان تكون تقرمل مزيان في الشمس، ولكن دابا مكاينش الشمس لي غتسخنها لينا. دابا أنا عاد نسخنها شوية في المقلة وكنطفي عليها. زريت الكتان هي الوحيده اللي ما كتبغيش تحمر بزاف، كتبغيش تقلى مزيان، كلشي كيبغي يتحمر الا زريت الكتان يعني شويه تسخنيها. هنا كنحس بها كتسخن شويه على الشكل، دابا كتسخن شويه وكنطفي عليها. تو تنحمر تندير لي الجوطه تكون مهيله مزيان، كلشي كتعرفوا لي انا راه صحي، انا ضروري البنات نديرو في الزفوف. كتكون الجوطه مهيله بزاف، كيتحمر على خاطر شويه جيناش محروق لا تحرق شويه. لي زدتو في الغوطه وتحرق راه اي حاجه حمرتوها تحرقت راه كتعطي واحد المراره خايبه في الصفوف. الصفوف كاين اللي يقول الصفوف كاين اللي يقول سلو، كل واحد شنو كيقول ليه. هادي الصوجة، هادي الصوجة تاني كنحمر عليها عافية مهيلة. هي الصوجة صحية، بعد ما كلشي ولا تيقلب على المناعة هي راه مزيانة، الصوجة صحية. كلشي مكيبغيش يتحرق، كلشي كيبغي يتحمر مزيان. هنا ساليت اللوز البنات يتحمر، هو هذا في المقلة بالقشور ديالو كيف كتشوفوا راه بالقشور ديالو. دا هو اللوز، ان شاء الله ندير الكوكا ونشارك معكم تاعي. عاد تحضوه ما يتحرقش، اي حاجه ديال التحمر ديال السلول هي تحرقت راه كتعطي واحد المروريه فيه. هذاك اللوز الاول غنديرو اللي ما باقي لينا، هو نص الطريق اللي درنا الاول، غنديرو الثاني. هذاك الزيت النباتية تا هو ديك معلقة ديال الزيت، نبقاو نمشيو في هاد اللون حتى يتلبس كامل بالزيت. ساليت اللوز البنات يتحمر، هو هذا في المقلة بالقشور ديالو كيف كتشوفو راه بالقشور ديالو.
هذا هو اللوز. ان شاء الله ندير الكاوكاو ونشارك معكم صراحه. تحضوه ما يتحرقش، اي حاجه ديال التحمر ديال السلول هي تحرقت راه كتعطي واحد المروريه فيه. الكاوكاو اللي فسخت هنا داير الزيت باقي خضر باقي كاع مشعلت عليه البوطا، كنحطوه بسم الله، كنديروا الزيت خضر باش ما يتحرقش لينا. نعدي الكاوكاو كنحمرو في الزيت، واللوز راك شتو كنديرو عفي المقلة تقيلة، هنا نشعل عليه البوطة ندير عليه البوطة مهيلة شوية. هنا ملي غنعاود نبغي ندير هاد اللي باقي ليا هذا غنخلي حتى يبرد الزيت شويه، عاد نعاود ندير هذا حتى هو نحمر. هنا كيتحمر ليا الكاوكاو كنحاول ما نحمروش بزاف، ندير شويه ونحيدو. كما شفتو درتو في الزيت بارد، دابا راه غلى عليه الزيت هنا كيتحمر. انا نحاول ما نحمرش بزاف، عشوية نزيد شويه ونحيدو، حيت ملي تتحيد لي كيبقى شويه كيبقى يعاود يزيد اللون. هنا تحمر ليا هاد الكاوكاو ديالي، غادي نحيدو شويه ما نخلوش يتحمر بزاف تاني يجي مار. دابا هنا غادي يعاود يتراجع وغادي يشد داك اللون اللي بغينا. هيدا الطيبه الاولى ونطفي على البوطه حتى يبرد الزيت شويه ونعاود نرمي الاخر اللي باقي. مع مستمر تنكمل هادشي اللي باقي ونعاود نشارك معاكم. هاديك الحلاوة النافع تما غادي نحمرها هما اللي باقي ليا، ونحمرها نتاعهم ونحيدو باش نطحنو ان شاء الله نحيدو. هنا انا قريبا نسالي هادي الكاوكاو، هاد الزيت اللي تيبقى ليا هو اللي كنخلط بيه ان شاء الله ندير في الصوص. غنقلي في بعدا هداك اللوز لي غندير طويل في الكاوكاو، عفوا في الصوص، هداك اللوز لي غندير فيهم طويل غندير غادي نقليه في الزيت على داكشي لي بقى ليا، غنديرو في غنديرو في الصوص، كل واحد اش كيقول. عندهم ثلاثة الاسماوات الصوف تحاوط سلو كلش كيقول ليهم، نقول ليهم ثلاثة الاسماوات تحاوط وسلو وصوف. أنا كدير نافع لوالدي مكنديش الرمال، هادشي كلشي كيعرف راك ديرو من ورا على القياس ماشي بحال المقادير الآخرين. هنا البنات الزنجله راني محمره راني شاركته معكم من قبل، وهنا غندير فيه واحد المعلقه ديال الزيت النباتيه. هنا البنات هاد الطريقه ديال الزنجلان راه كتجي لذيذه، كتجي فيه واحد اللذه زوينه ماشي تحمروه هنا اتماشيو فيه هذاك الزيت بحال العي سخون شويه وسط داك الزيت ماشي تخلوه حتى يولي يطبق، هو حقاش هو راه محمر من قبل
هنا كيعطي واحد اللذة زوينة، كيعطي واحد اللمعة في الزنجلان. هاد المعلقة الزيت كنديرها في الكسرونة. أنا عندي جوج كيلو ديال الزنجلان، أنا دابا درت الكيلو الأول حتى تلبس ليا كامل بهاد الزيت، تيسخن مزيان قبل ما يبدا يطرطق نحيدو. هاد المعلقة ديال الزيت راه كتعطي واحد اللذة زوينة. هنا هاد محمر راه من قبل وحاطه، وملي بغيت نطحنو نعاود ندير ليه هاد ديك ونخليه يبرد دابا ونطحن السلو ديالي. مشيتو شويه في ديك الزيت، مشيت خليته يتحمر، يتحرق حقاش هو محمر من قبل. عا كتلبسيه كامل هذاك الزيت فوق البوطه، وتكون البوطه مهيله وتفاليه. دابا غادي برد لي، دابا راه برد هنا الاول برد. غنمشي دابا نطحنو، انا حقاش عندي كتير، غادي نطحنو عند العطار اللي خديته من عنده. هنا كيف كتشوفوا اللون البنات راه صغير، انا نتمنى الصوره تكون واضحه ليكم، الكاميرا تكون واضحه شويه. هنا اللون راه بدا كيتغير، انا هذا هو اللون اللي بغيت. دابا راني غادي نطفي عليه ونخليه، راه كيبقى يتحمر واخا متفرك، عارفين الزيت راه كيبقى ياخذ اللون. انا غنطفي عليه في هذا اللون، وراه غادي ياخذ اللون اللي بغيت انا. ملي غيبرد هذاك هو اللون اللي بغيت انا غادي يكون فيه. كيف كتشوفوا هو هذا، دابا صافي غادي نطفي ونخليه يبرد ونعاود نوري ليكم كيفاش جا. هذه الطريقه اللي خاصني نطفي عليها، هذا هو اللون اللي خاصني نطفي عليه هو هذا. هنا البنات الصفوف اللي شاركت معكم سلو. عندي هنايا الزيت اللي قليت فيه الكاوكاو، وقليت فيه داك اللوز اللي غادي ندير صحيح اللوز كيف شفتوا راني ما قليتوش، كندير فيه واحد نص كيلو ديال الفورص، وكنحمرو هنا في هاد الزيت النباتية اللي درت بها اللوز اللي غندير صين، ودرت فيها الكاوكاو اللي قليت بها الكاوكاو، هي اللي غنحمر فيها هاد الزيت هاد الفورص. كيف كتشوفوا الفورص راه خضر، راني ما محمراه ما والو. هنا غادي كيعطي واحد اللذة زوينة في السلو، بحال كنحمر داك نص كيلو في الزيت، الزيت اللي شاط على اللوز وشاط على الكاوكاو. هنا كنبقى نحرك فيه مزيان حتى كياخذ داك اللون ديال بحال راني محمره طحين في الفران ولا في المقله الثقيله، بحال الطحين اللي محمر. هنا كنبقى نحركو مزيان تتخلص من هذوك الحبيبات، ما تبقات فيهش حتى حاجه. ومن بعد راه كنبقى التحريك مزيان حتى ياخذ ليا داك اللون اللي باغي. هنا غنبقى نحرك نستمر تنكمل ونعاود نشارك معكم. الطريقه الاولى هي هذه بحال هكا خاصو يكون. كيف كتشوفوا ها هو هذا الفورص، هنا راه دغيا بدا كيعطي اللون ديالو في الزيت. هنا كندوب البنات الزبده، كندوبها كامله حتى تذوب كامله. الزبده اللي من نوع المزيانه، ماشي ما ديروش البلديه، راه ما كتحمر من بعد كتخسر السلو ديالنا. وهاد الزبده نوع مزيان، كندوبها ونخليها تذوب مزيان، تبخ شويه مزيان ونخليها تتبرد، ونحيد لها ديك الفراره اللي كتكون بحال ديال البن، كنحيدها عاد نديرها مع نخلط بها السفن. هذا الكاوكاو،
كاوكاو كنطحنو حتى يولي بودره بحال هكا، كيولي خارج منه هاد الزيت ديالو. وهاد اللوز حتى هو اللي طحنتو ولا شويه بودره ماشي كامل باش يعطينا شويه الزيت. هنا كنخلط هادشي مزيان، خاصني ندلكو مزيان يكونوا عندك الكتف ديال الدليك. ندلكو عاد غندير الزبده، غندير باقي المقادير، غادي نخلطو ثاني مزيان. انا ديك الطريقه ديال الزيت الفورص مع الزيت راه كيعطي واحد اللذه زوينه بحال كتحمر الفورص نص الزيت. هنا اللي بقى خاصني يبقى ناشف ليا شويه غنزيد عليه الزيت الزيت البلديه. هادي سلو طبيعي اللي شاركت معكم راه بلدي البنات، هادي الطريقه تسلو كيف كتشوفوا فيه. انا زدت انا بقى ليا ناشف وزدت شي نص لتر زيت البلديه. السلو ديالي نتمنى هاد الفيديو يعجبكم ان شاء الله، تجربوه ويعجبكم. هذا هو السلو ديالنا، الا عجبكم البنات ما تنساوش ديروا لي ابوني وديروا لي نجم، وما تنساوش الضغط على الزر الاحمر وفعلوا الجرس غيوصلكم كل جديد ان شاء الله. وشهية طيبه ورمضان كريم يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة. وشكرا لكم بزاف اللي كتابعوا القناة وكتخلوا لي الكومنتات الزوينة، شكرا لكم وهاشي مبروك.